السلام عليكم يا اخ. عليكم السلام والرحمه والبركات. الاستاذ كريم ابو الوفا ساكن هنا. كريم ابو الوفا. طب خمسه هوا عشان ده عتبة رزق ومدخل واللي راح واللي جاي الله يخليه. عتبة رزق ايه يا عم؟ انا جاي سام كريم. ممنوع الركن هنا يا استاذ. احنا ركنت ايه؟ فين العربيه؟ حتى لو ماكنه كل الدليفري بركنه قدامي ورجع الحته الصغيره دي ماشي ما فيهاش حاجه. انا جيت بتاكسي وحسبته وماشي خلاص. انت حافظ مش فاهم؟ كريم ابو الوفا ساكن هنا. كريم ابو الوفا؟ كريم ابو الوفا مين؟ خلاص فاهم. كريم ابو الوفا ايه؟ فهمت فاهم. امسك ال 20 جنيه الشجايه من نصيبك. نهارك كله خير ورزق. ابويا عليك، وانتوا اللي مسوقين سمعه البوابين والله. ب 20 جنيه هتقول كل حاجه. ما تقول بقى السؤال يا استاذ. انا قلت السؤال خمس مرات. كريم ابو الوفا ساكن هنا؟ ساكن هنا. عايزه في ايه؟ حقيقه انا ما عاوزوش هو. انا عاوزك انت. امرني امر واشربني تمر. اشربك تمر؟ ماشي. محسوبك عوض ابو حامد والد العمده حامد ابو صعفان. بطل ابن بطل عم جيله اللي مشرف جيل. ايه يا عم انت نبطشي؟ ما تقول جمله واحده عاديه لوجه الله، جمله واحده عاديه. خلاص تشرفنا يا استاذ. تشرفنا، محسوبك عوض ابو حامد تشرفنا، وهشرفك اكتر لما اقول لك اني عاوزك في خدمه. خدام مدسك انت وناسك كل جاي من اخر الدنيا اساسا. خلاص يا عم، خلاص يا عم عاد، خلاص سيبنا نقول جمله واحده على بعضيها. انت بتنرفز ليه يا استاذ؟ انت بتنرفزني، انا كنت جاي رايق بس انت بتنرفزني. اخوك من الصعيد. يعني كلنا ولد بلد واحدة يعني، فلازم قلبنا يبقى على قلب بعض. لأن المثل بيقول إيه؟ الشطرة تغزل برجل حمار. أنت حمار يا عم أنت. ليه بس الغلط؟ إيه يا عم أنت؟ المفروض أسألك المثل بيقول إيه فتقول لي إيه؟ فأقول لك أم المثل في وشك. بيقول المثل. ما نسيت طبعًا المثل من كتر حواراتك الجانبية، مفيش أمثال، مفيش أمثال يا عم. كريم أبو الوفا جه عندنا البلد وطلب يد أختي. احنا ناس صعيده زي ما انت فاهم، والمثل بيقول ايه؟ اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك. انت مال اهلك انت؟ نخطب لبنتنا ولا نخطب لولادنا؟ انت مال اهلك انت؟ بتسيبني اقول مثل واحد في حياتي؟ انت بتنرفز ليه يا استاذ؟ عشان انت بتنرفزني، انا جاي عادي وانت بتنرفزني. فكريم لما جه عندنا وطلب يد اختي، احنا قلنا يعني لازم نسال ونتلقصوا عليه الاول. يعني انت عامل البوليكه دي كلها عشان تسال على اخلاق استاذ كريم؟ الله ينور عليك. طب ما تسطر همشك وقول صفحتك عايزه ايه من الصبح يا عمده. انت سايبني اقول جمله واحده على بعضيها وانت بتقاطعني كل شويه. هقول لك اصل بيني وبينك. ايوه. فيك مين يكتب السر؟ كبير. في بير ملوش قرار. بير ملوش قرار. عارف لو حد عارف البير ده ليه قرار؟ ما اجيلك وقت تاني تكون اتاكدت ان امين على الاسرار. ما تخلص يا عم احب على يدك. ايه ده بس يا عمده؟ الله انا مستغرب ازاي واحد باخلاق استاذ كريم ده يروح يخطب، ويخطب منين كمان؟ من الصعيد. شفت؟ اصل الواد كريم ده بيني وبينك فيك من يكتم السر. خلاص يا عم عدي، خلص خلص. ده عيل فافي، ده تربيه اللانش بوكس بتاع بابي ومامي، كانوا بيحطوا له المصروف كده تحت المخده. ابوه وامه شغالين في الخليج طول عمرهم، وكل شويه اخويا بعت له ايه؟ ايش ريالات كويتي ودينارات سعودي وفرنكي اماراتي ويورو سوداني. يورو سوداني؟ طيب طيب خلاص عرفنا ان اهله فاتحين صرافه في الخليج. اغنية. خلاص عرفنا ان هم اغنياء وبيبعتوا له فلوس كتير. خلص خلص. الفلوس دي بقى يا واد عمي هي أيه. اللي بوظت الواد وفقدته. الواد كل شويه حريمه وبناته وسهر وخروجات. ايه من يومين كان معاه بنت. ايه ايه يا عم انت وحياه ابوك بتفرجع في وشنا ليه؟ طيب بتفرجع. طيب خلاص يا عم عرفنا انها صاروخ. الواد دماغه كلها في السفر. يلا ساحل يلا ساحل، هوبا جونه هوبا جونه، يلا دهب يلا دهب، يلا مراسي يلا مراسي، يلا باي يلا باي يلا باي. ليه بس؟ انت واحد جون كل الدول الساحليه واحنا واقفين. عرفنا ان هو والد بطوطه بتاع الرحلات، مجنون شواطئ. خلاص يا عم عرفنا. انا كان قلبي حاسس ان الواد ده نادله وجبان وبياكل بعجل البنت حلاوه. اصل المثل بيقول ايه؟ احنا قلنا بقى مفيش امثال. لا المره دي فيه. لا الفسيخ بيبقى مربى ولا الناس الشمال ينفع تتربى. يا اخي ريتك ما قلت المثل ده. انت جاب المثل المهبب ده منين؟ اقول لك جبته منين. اصل بيني وبينك فيك من يكتم السر. كبير كبير ملوش جراح. يا جدع غور في ده يا صبحتنا. شفت انها بتضايق يا جدع غور بقى؟ شفت انها بتضايق بوشك اللي شبه سطل السمنه ده؟ انت راجل حقن امشي بقى. هنا ال 20 جنيه. 20 جنيه بعينك. هنا ال 20 جنيه يا عم غور بقى. عن ابو شكلك جاي ترازينا. عن ابو شكلك يا شيخ، وشك اللي شبه حزمه الكزبره ده. اشترك الان واحصل على 50% خصم مدى الحياه على اشتراكات بريميوم السنوية والشهرية. استخدم الكود على watchit.com.